السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة عبر برنامجنا الوطني عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية، في ضيافة كفاءة جديدة وهو السيد حرب إسماعيل صاحب مطعم حمص وفول للأكلات الشعبية. سيد حرب إسماعيل، منرحب فيك برنامجنا الوطني إنجازات وطنية، بنحكي لك بداية المسار. مساء الورد، أهلا وسهلا، شرفتونا. سيد حرب إسماعيل، أكيد لك الباء الطويل في هذا القطاع، حابين نعرف السادة المشاهدين بداية من هو سيد حرب إسماعيل؟ مواليد 1980، ولدت في لبنان، اشتغلت في مهنة المطاعم أو تعلمتها من خلال مهنة الأسرة، مهنة دار عمي. عمي هو أبو حاتم رحمة الله عليه، سكان الهاشم الشمالي، كان له من كبرى مطاعم الحمص والفول اللي هو مطعم بسمان سابقا على دوار نقاوة، وتعلمت المهنة عنده والحمد لله يعني، وفتحت هذا المحل قبل سنة ونص والحمد لله الإقبال كويس وأمورنا تمام مية مية الحمد لله. يعني سيد حرب، نتحدث عن تأسيس مطعم حمص وفول، لماذا سميته حمص وفول؟ والله أنا ما اخترت الاسم، لكن إن شاء الله مستقبلا يعني أنا اشتريت المحل جاهز بالاسم هذا، لكن مستقبلا إن شاء الله ناوي أغير اسم وأختار اسم حديث، يعني إشي يكون مثلا عصري. بالأساس هو الاسم جميل، حمص وفول، يعني معروف للأكلات الشعبية، نتحدث عن تأسيسه. اشتريت المحل وكان مغلق، يعني ما كان عليه إقبال المحل، جماعة فتحوا جهزوا، اشتريته منهم وبلشت شغل فيه من البداية يعني، وعملت اسم الحمد لله، شغلتنا نظيفة ولقمتنا طيبة والناس مبسوطة والإقبال يعني كل ماله بزيد، وصار لنا اسم الحمد لله في فترة قصيرة، يعني في خلال سنة ونص تقريبا عملنا اسم كويس. يعني هذه المنطقة، منطقة الهاشمي الشمالي، حي الزغتيت، منطقة مكتظة بالسكان، أكيد يعني المطعم أكيد له شعبية، له تميز، ما شاء الله إقبال شديد للمطعم، ما شاء الله عليك، مطعم شعبي لكن أكيد الإقبال، والأكيد أكثر المواطنين بيحبوا الأكلات الشعبية. سيد، يعني سيدي، نتحدث عن أبرز الخدمات في هذا المطعم. بنقدم الأكلات الشعبية، وبرضو أضفنا يعني جزء من السناكات مثل فاهيتا، زنجر، برجر، بالإضافة للحمص والفول والفلافل، مسبحة، قدسية، وإن شاء الله يعني ممكن نقدم برضو أفضل من هيك، يعني إن شاء الله نطمح. نتمنى لك التوفيق. يعني سيدي، نتحدث أيضا عن تطور قطاع المطاعم في الأردن، كيف ترى تطور قطاع المطاعم؟ والله بدك الصراحة، في معوقات كثيرة في أمام قطاع المطاعم في الأردن، يعني أبرزها اللي هي إلزام المطاعم بسقف سعري معين، يعني أنت مثلا بدك تشتغل في قطاع معين، ما مش لازم يعني يكون عندك سقف سعري تتجه عليه. خلينا نقول هاي احد المعوقات اللي بواجهها يعني في هذا القطاع، واغلب المطاعم بتهيأ لي في الفتره هاي يعني بلاحظ في اغلاق كثير مطاعم، يعني هو بسبب التسعير الجديده باعتقادي؟ نعم، لانه هلا في احنا اللي هي لما نزلوا الاسعار اللي صار انه ارتفعت الاسعار فعليا علينا، يعني انا لما اخذت المطعم كان سعر تنكة الزيت 9 دنانير، شوال الحمص 14 دينار، الان شوال الحمص ب 25 دينار وما زلنا على نفس الاسعار. طبعا بالاضافة انه انا التكلفة اختلفت، بالاضافة انه بعتقد انه اللجنة اللي سعرت او اللي حسبت الكلف ما عم تحسب اللي هي اجور الايدي العاملة في المطعم. يعني لمين بتحب توجه رسالتك وصوتك عبر شاشة قناة جوسات؟ والله بوجه رسالتي لوزارة التموين ولنقابة المطاعم، خليها تفعل دورها أكبر من هيك، مع أني ناقشت وحاولت أتواصل مع وزارة التموين لكن بدون فائدة، بدون نتيجة. أنت ممثل الآن في هذه الحلقة، أنت الوحيد كمطعم شعبي، أكيد هذه الحلقة يعني احنا بنوجه نداء دائما وأبدا للجهات المعنية، نقابة أصحاب المطاعم وأيضا وزارة التموين، لحل هذه المشكلة. يعني حرام أصلا يسكر أي محل وإغلاق، أكيد أكل شعبي الكل برغب هاي الأكل. يعني سيدي، نتحدث عن الطموحات، عن الرؤية المستقبلية بعد حل هذه المشاكل الجذرية.
بتوقع تتحسن الأمور للأفضل يعني، لكن هاي مسألة حساسة كتير يعني، إنه بتلاحظ يعني كتير مطاعم عم بتسكر الأيام هاي، بالذات الأيام هاي، لأنه ملزم هو بسعر معين والأسعار فعليا هي مرتفعة عليه، فهو ما بيقدر يغطي مصاريفه. بالإضافة إنه قطاع يعني قطاع المطاعم بيشغل كتير أيدي عاملة في البلد، بتقلل من البطالة. بالضبط هذا صوتي إلى صوتك. إن شاء الله بتنحل هذه المشكلة عبر شاشة قناة جوسات. سيد حرب، شو بتحب توجه رسالة لكل شاب دائما وأبدا بسعى دائما للتغيير؟ أكيد اللي بحط براسه هدف وبكون عنده خطة أكيد بحققها يعني، بحقق جميع طموحاته وجميع أهدافه يعني. ومن صار على الدرب وصل ولكل مجتهد النصيب. سيد حرب إسماعيل، نحن نعيش منظومة نعمة أمن وأمان بفضل رب العالمين، بفضل القيادة الحكيمة، بفضل الجهات الأمنية. لو قدر لك في هذه الأيام أن تقابلت مع جلالة القادر على جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا ستقول له عبر هذه الشاشة؟ عبر هذه الشاشة بوجه له كل الشكر والتقدير والله يديمه فوق راسنا يعني والله يخلينا إياه ويديمه ويعني أكيد جهوده مشكورة، والله يحفظه يا رب. حماة الوطن العين السهرة، الجهات الأمنية، شو بتحب توجه لهم رسالة أيضا؟ الله يعطيهم العافية ونعمة الأمن والأمان يعني هي أهم إشي في الوطن يعني، ما حدا بيعرف يشتغل وما حدا بيعرف يعمل شيء بدون أمن وأمان. من الأمن والأمان على جميع الدول العربية، على سائر بلاد المسلمين، ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. أتمنى لك توفيق سيد حرب إسماعيل إن شاء الله لطموح آخر إن شاء الله، وافتتاح فرع آخر محافظة مختلفة. لكن حابين أن نحدد للسادة المشاهدين موقع مطعم حمص وفول. بالهاشم الشمالي، حي أبو جسار، قرب الملعب البلدي أو قرب أمانة منطقة بسمان. أرقام الهواتف استظهر على الشاشة عن زميل المدير التصوير سيد معتز. لكن إن شاء الله تكون سنة خير، سنة 2017. شو بتحب توجه رسالة للسادة المشاهدين بهذه السنة الجديدة؟ كل سنة وانتم سالمين وبتشرفونا. الله يعطيك العافية لكل مشاهد، كل سنة وسالم. نتمنى لك التوفيق مرة أخرى سيد حرب. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل للسيد حرب إسماعيل صاحب مطعم حمص وفول في الهاشم الشمالي شارع زغتيت. نتمنى لك التوفيق وشكرا أيضا لدعمك وجهودك معنا سيد حرب لبرنامجنا الوطني إنجازات وطنية. الله يعطيك العافية. شرفتونا، الله يعافي عمرك، أهلا وسهلا، شرفت. راسك بالعالي مرفوع الهام.